قولي احمد، انت متجوز؟ انا متجوز ومعايا طفلين. طيب احكي لي بقى مراتك بقى والولاد والعيله لما حصلت الشهره اللي فجاه بتاعت امبارح واول دي. انا عايز اقول لك ان حضرتك، انا مراتي دلوقتي شغاله يعتبر مديره اعمالي، هي اللي بترد على الله، التليفونات. خلاص بقى. خلاص هي لحقت الوظيفه الاهم يعني هي دلوقتي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله قايمه بوظيفه كبيره بصراحه. ايوه طبعا. يعني انا مش قادر اقول لك هي بيحصل فيها ايه دلوقتي من كميه التليفونات اللي نازله عليها. والله طبعا طبعا الناس كلها خير وبركه وعلى راسي. يعني تستاهل يا احمد، الله يديك واحنا الصحه عارف يا فندم. مبسوطين بيك حبه زياده. ليه؟ يا عشان احنا احبطنا من ناس تانية اتشهروا، وبصراحه كده اتشهروا على الفاضي وعلى حاجات الحمد تافهه. لله يا فندم، فاحنا والله ده كل واحد بياخد نصيبه. يعني الحمد لله فيديو سنة احنا ونص ويجي دلوقتي يتشهر، فيعني ده كرم كبير من ربنا. يعني الحمد لله.